يعني نبقى بنتكلم في حاجات غير تقليديه. طب انا هاخد من زاويه خبرات حضرتك ومسؤولياتك ايضا. انت مسؤول عن ملف الثقافه والاثار والسياحه والسياحه وهي كلها يعني مسائل مرتبطه بالذات السياحه والاثار. طبعا. هل ترى ان احنا في مصر يعني نتصنف ازاي في السياحه الرياضيه؟ طبعا يعني خلينا نقول ونتذكر بالخير الاستاذنا الاستاذ ابراهيم حجازي اللي عمل بطوله الاسكواش العالميه الغرديه وكبيره. نتذكر بالخير بعض البطولات اللي بتقدر يعني تجذب ناس ونتكلم على وتيجي لمصر. لكن ما اقدرش اقول ان موضوع السياحه الرياضيه في مصر وخاصه في السنين الاخيره من بعد 2010 يعني بيحظى بالأولوية طبعا لأسباب كتيرة لعلها الفترات اللي ما كانش فيه استقرار الفترات باستثناء السنة الماضية لما الدولة قررت تستضيف بعض بطولات العالم أو البطولات الإقليمية اللي يعني اعتذر عنها الناس عشان الكورونا. عملت رواج يعني. حضرتك لو تفتكر احنا شفنا جمهور بالمراسي انا ما كنتش مصدق ان هو مالي نص الملعب اكتر من نص الملعب في ابو ظبي. يعني ناس جايه من البرازيل مخصوص. هي دي السياحه الرياضيه عشان تشجع. هي دي السياحه الرياضيه. يعني انا مثلا توقعت ان ده مثلا في الهلال السعودي كان جماهير قليلين. يعني ده اللي توقعت ان ممكن تبقى الجماهير كتيره. لكن بالمراسي وكنا بننزل كل شوارع ابو ظبي بنلاقيهم يعني موجودين. بيقول لي انا بصيت قلت وير از ماي بيبول. ايوه كان كتير. فاحنا محتاجين الحاجات دي اللي هو يعني ان جينا عدد كبير من الناس. لان ما زال رايي ان انا لسه بتذكر كنت اشتغلت في مجله اسمها اي جي توت مع الاستاذ محمود معروف كان بيطلعها هيئه الاستعلامات. انا مدير تحرير وهو طبعا كان رئيس تحرير. فكان بطلعية الاستعلامات في سنة 97 في بطولة كأس العالم للناشئين. الجيل اللي هو بتاع محمد أبو العيلة وأحمد بلال وكان الله يرحمه أحمد إكرامي. فكان ساعتها رونالدينو. أيوه. وقلت إن كان مصر يجب تستثمر رونالدينو. يعني أنا شخصيا اتصورت معاه ساعتها وبتاع. لكن قلت ده هيبقى ده أحسن لاعب في البرازيل وأحسن واحد في البطولة بعد سنتين ثلاثة. ده هيبقى أحسن لاعب في العالم. ده جاي ممكن ما حصلش برضو الاستثمار بالشكل. هل الاستثمار للحدث يبقى انطلاقا من الداخل ولا ممكن وإحنا بنستضيف حدث زي ده يبقى لنا مكاتب في السفارات للترويج للسياحة ونجيب الناس من منابع المشتركات؟ لأن الكرة أنا أتصور ده اللي حصل في الميراث. يعني الكرة ليها سحر يا باشمهندس وأنت يعني أكتر خبرة مننا في الموضوع ده. الكرة ليها سحر. الكرة هي اللي الناس بقول لحضرتك إحنا قاعدين تروح لها بالظبط. ناس يجوا من البرازيل بالأعداد دي كلها. طب إحنا اللي رايحين من مصر. واخد بالك يعني برضه في النزاع اعتمدنا على الجالية اللي هناك. لا وأبو ظبي في النهاية قريبة. لكن اللي جاي من البرازيل في عز كورونا ده حاجه كانت مذهله عشان يعمل حاجه. يعني انا حتى كنت بقول كام طياره قالوا لي 74 طياره. نزلوا امتى وشفنا ساعتها لو تفتكروا قابلنا برضو اللاعب البرازيلي الاشهر ببيتو. المهم يعني في النهايه الكوره ليها سحر يتجاوز اي سحر ويخرج عن القواعد. يعني انت بتشوف الناس هناك مثلا في ليفربول او في انجلترا ازاي مجانين. انا احكي لك حكايه لطيفه كده. من سنتين كنا في الأقصر مع أولادي وبعدين راجعين. فالولد ابن صغير لضم مع ولد تاني ألماني. فالمهم مامته بتقول له اتصاحبوا بتاع. فبنكلم مامته وبتاع. فراح موري لها صورة يعني ابني موري لها صورته على الواتس مع محمد صلاح. لقيت مشاعر اختلفت. فتقول لابنها مهمد ويزبو صلاح ويزبو. يعني فخورة جدا يعني مبسوطة جدا ان في طفل متصار مع مو صلاح دي. يعني الكلام ده من سنتين كمان كان لسه كمان صلاح كمان يعني تألق اكتر بعديه. فمتخيل انت اتنين من جنسيتين مختلفتين واحدة سيدة لقطة كورة والناس عندها شغف